تحية للموقع ديال العرائش أنفو. حنا اليوم في المحطة الثالثة والأخيرة من حيث الجداريات. هاد الجداريات اللي حاولنا نوزعوهم على المدينة كاملة، كان جدارية أمام الميناء، لأن في البداية كان عندنا نديروا الجداريات كاملين بثلاثة داخل الميناء، ولكن بنا على أنه القضية ديال حماية البيئة البحرية هي قضية رأي عام، هي قضية ديال المجتمع بأسره. إذا وزعناهم على حسب ثلاثة النقاط، واحدة في الميناء، واحدة في شارع محمد الخامس، وواحدة هنا في الممر المؤدي إلى الميناء، هو نقطة استراتيجية. إذن هنا في البواخر ولا المراكب ديال الصيد، وهي مناسبة أننا نهضروا على واحد الطرف آخر وهو أساسي ومهم. بعد ما هضرنا على الأطراف الإدارية، اليوم غنهضروا على الأطراف العملية، الناس اللي في الميدان اللي كتشتغل. كان معنا مؤخرا واللي التقى معنا هنا رئيس ديال أرباب مراكب الصيد التقليدي، وحنا هذا المشروع سيستهدف كذلك أرباب المراكب، سيستهدف البحارة، لأنهم معنيين بهذه القضية. هاد البحاره اللي داخل المشروع خصصنا لهم على اننا سنوزع سلات. هاد السلات عليها غادي نوزعوهم تقريبا 40 سله اللي غتكون في هاد 40 البواخر، وكاين المندوب ديال وزاره الصيد اللي غادي يحاول يملتيبلي العدد كما وعدنا. اذا هاد السلات هي غتكون لجمع القمامه في الرحلات البحريه. بالنسبه للموضوع ديال اللوحات اللي كيهمنا، هو نحاول نبرزوا يعني القيمه الجماليه والفنيه ديال هذه اللوحات، لان تناولت في الموضوع مثلا وحاولت تكلم على الناس المستهدفين، سواء كانوا مثلا يعني اللي كيصيدوا بالقصبه، ولا كذلك ارباب المراكب، او تستهدف الجميع، مواطنين عاديين، بحاره، ارباب المراكب، مسؤولين داخل الاداره، سواء مندوبيه الصيد، سواء المدرسه البحريه اللي خصها تلقن الحمايه للشباب اللي غيكونوا مستقبلا في البحر، موجهه كذلك يعني الوكالة الوطنية، لأن معنية بحماية الثروات. إذا هذه رسائل ستتجه إلى جميع الأطراف المعنية بالبحر. مع القيمة الجمالية الفنان اللوحة ديال عبد الفتاح خيبر، يعني اش كتشوف؟ هي لوحة جيدة وعمل رائع، وسي عبد الفتاح خيبر يشتغل معنا منذ سنوات، يعني منذ أن بدأنا في 1997 الاشتغال في موضوع ديال البيئة، سواء داخل الشريف الإدريسي ومن بعدها في 2010 بعد تأسيس النضال الأخضر. أعمال جيدة، رجل يتفهم يتعامل معنا. إذا قلنا المواطنين كذلك هما معنيين بالأمر، لأن حتى الجودة ديال السمك تتغير بشدة ديال التلوث. هي مناسبة سي عبد القادر أننا نوجه تحية للإخوان ديال المكتب ديال تطوان تابع الأمم المتحدة اللي واكب معنا الإنشاء ديال هذا المشروع. هذا المشروع ما كناش غندخلوا له حنا، ولكن بعد إلحاح بعض واحد السيد اللي سميتو نفسه اللي لح علينا أكثر من مرة من أجل التحاق بهذا المشروع نظرا لجدية، واللي كيعرفنا في 2003 بعد تنظيم اللقاء ديال الضفتين اللي كنت عبد ربي منسق ديالو ما بين الجمعيه الاسبانيه في الجنوب والجمعيه المغربيه في الشمال. اذا هذا لم نبحث.